جت ابوكي مش وقت هزار. زرزره بقولك ايه والنبي يا كابتن، ما تعرفش بيت عم رجب البنبوطي فين؟ ده موز ده؟ اه الله، هات الكيس. طب ما تاخد البرتقال، شكله لسه ما استواش. خلص. طب امسك يا عم، مش عايزين فاكهة خالص. تعبيط يالا، تعبيط يالا، فيه تعبيط يالا. خلاص يا عم، بتوعي يا عم الدور التاني. اطلع النادي بس كده على عم رجب، هشاور لك من فوق بالعكاز. طلع موز، اخلص، طلع موزة. قشرها قشرها، حط كلها على بق واحد. اخلص ازاي؟ طيب كلها على بق واحد، اخلص. هات خد، افتح بقك ياض، افتح بقك. شايف القشرة دي؟ اشوفك بتشقلب عليها. تعملش كده تاني يلا. قول يا ابن، شكل الواد هينده لنا ناس ولا ايه؟ يا عم رجب، عم رجب، ما كانش له لازمه تتعب نفسك يا باشمهندس. ده انا انقذتهم باعجوبه. عندكم حته واد تحت ثبتني بمطوه، كنت ايه ده؟ هو مشهور قوي كده عندكم في المنطقه ولا ايه؟ ده بدر اخويا، دايما فضحنا. سميت على اسم بدر رجب، يمكن يطلع لعيب كره عدد ويفلح. طلع فردة جزمه قديمه. الحاج كان اكبر مشجع لنادي المريخ زمان. الله، ده كان فريق عظيم يا حاج. يلا هو راح مع اللي راحوا. طب حس كده بقى يا حاج، دي مطوه بدر، خليها معاك. يا دي الفقر. فهمت ليه قلت لك بلاش تيجي؟ عشان ما تشوفش المناظر اللي شفتها. ليه يعني؟ ما احنا اولاد ناس غلابه برضو، ولا انت فاهمه ايه؟ عيني في عينك كده. انا موافق، بس بالنسبه للحاج. البوليس يا حاج، بالنسبة للبوليس مسك العيال ولا لسه؟ بوليس؟ انت اهبل يا ابني ولا ايه؟ هو البوليس فضلنا اصلا؟ لا مؤاخذة يا هندسة، الحاج من عشمه يعني. لا الحاج عنده حق، ده انا لسه شايف شوية عيال عندكم تحت كانوا هيشرعوا بعض ولا كأننا في الصومال. اللي زينا يا ابني يا ياخد حقه بدراعه يا فوض امره لله. ونعمة بالله يا حاج. ايوه بس العيال دي المفروض يبقى ليها كبير. نعمل قعدة عرب، العيال دي تتجاب وتتأدب عشان مدت ايديها على واحدة ست. عرب وكبير، الكلام ده كان زمان يا ابني، مش الأيام السودة دي. دي عيال البرشام لحس مخيه، ما عادتش شايفة كبير من صغير. ربنا يخرجنا منها على خير يا رب. أيوة حاج، لازم يبقى في حل. معقول هنسيب العيال دي كده؟ نعمل إيه؟ حظنا كده. الواد جوز بنت الكبيرة مدرس خلع، مش فاضي غير للدروس ولا سائل في امنا. وانا زي ما انت شايف حقي هجيبه بايدي، بس اقوم لهم ولاد الورمه. يعني ايه يا جماعه؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. بقول لك ايه، انا بكره هاخدك وهنطلع على المستشفى، هنعمل تقرير، وبعد كده اخد الحاج نطلع نعمل بلاغ في القسم. انا جوز اختي ليه معارف كتير قوي وهيخدمنا. حاج العيال دي لازم تتجاب وتتأدب. معلش بقى، سيب لنا الموضوع ده. بصفتك ايه ان شاء الله؟ بصفتي صديق العائله ولا ايه؟ عيب كده يا حاج، الراجل جاي يعمل الواجب، ما يصحش كده. واجبه فوق راسنا من فوق، بس انا نحب نفهم كويس اللي قدامي ميته ايه بالظبط. مش وقته الكلام ده، الله لا يسيئك. لا يا عيشه، الحاج عنده حق، انا ابن بلد وعارف اللي فيها. الف سلامه عليك يا عيشه، يبقى يطمنيني عليكي ولو رساله على الموبايل. ها، ده طبعا بعد اذن الحاج. رايح فين؟ اشرب الشاي، ما يصحش كده. لا انا اطمنت عليكي خلاص. السلام عليكم. استنى يا ابني اوصلك لحد بره، المنطقه لبش، لحسن تحصل مصيبه ونشيل ذنبك. إيدك. لا مش هيحصل حاجه يا حاج. ايدك ايدك معايا، مش عايزين نتعبك بس يا حاج. يا معين، انت عايز ايه من بنتي يا باشمهندس؟ بالظبط كده. ولا حاجه يا حاج، انا كنت جاي اطمن عليها مش اكتر. انا بفهم في الاصول على فكره. بس كده؟ ايوه بس كده يا حاج. كل اللي حصل ان انا لقيت العيال ملمومين عليها في المينا، فوقفت جنبها، هو ده اللي حصل. بقول لك ايه، انا بنتي مش حملك ومش حمل اي حد.
انت فاكر ان مش سهل عليا ان انا اقعد في البيت وهي تنزل تشتغل مكاني؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا حاج، بس هو ده اللي حصل. فاهمك يا ابني فاهمك، انست ونورت. الله يخليك يا حاج، ربنا يصلح حالك وحالنا يا ابني. امين يا رب العالمين. طريقك من هنا. السلام عليكم يا حاج. مع السلامه. مع السلامه. ما تكدبش عليا يا محمود، الواد سيد اللي على الناصيه بتاع مكنه التصوير قال ان انت صورت عنده ثلاث حاجات، واحد شهاده المؤهل، واثنين شهاده الجيش، وثلاثه الباسبور، كده بقى في نيه سفر تاني. يا نهار ابوك اسود، انت بتجسس عليا يا بت؟ ها؟ مجنده الواد بتاع مكنه التصوير؟ طب والله يا شيرين لاكون جايب لك دوره في المكنه دي دلوقتي. لا يا محمود الواد ملوش ذنب، حرام عليك، احنا كنا واقفين بنتكلم وكلام جنب بعض وقام قال لي. لو النبي، هتستسك عليا انا يا بت؟ انت مجنده الواد بتاع التصوير ده عشان عارفه ان انا بصور عنده الورق بتاعي، عشان مش حرامي بيصور الورقه ب 75 قرش، قلت اربط معاه واعرف اخبار محمود. جنتي مين تاني؟ اوعى تكوني جنتي بتاع المكتبه وقال لك انك خدت من عنده الصبح ثلاث اظرف كبار. نهارك اسود يا محمود، ثلاث اظرف؟ يعني انت كده مقدم في ثلاث سفارات. محمود انت مش وعدتني ان انت مش هتفكر في السفر تاني؟ انا ما وعدتكيش بحاجه. نعم يا اخويا ما وعدتنيش بايه؟ مشوار اسكندريه اللي جينا منه امبارح ده كان ايه؟ واللي قلتولي في المنتزه. هتسيح لنا في الحاره، انا بتكلم على موضوع السفر، انا ما وعدتكيش بحاجه في موضوع السفر. لا وعدتني يا محمود. انت كنت بتسكتني عشان ما اتكلمش معاك في الموضوع ده تاني؟ عرفت ليه بحبك. طب ايه رايك يا محمود؟ والله العظيم انا ساكته، ولو ما جيتش لحد عندي في البيت وقطعت الورق تحت رجليا وحرقته مش هتشوف وشي تاني العمر كله. نعم يا اختي، اجيب الورق احرقه تحت رجليك واغني السلام الوطني ووطي ابوس ارض الوطن، ليه؟ ام المصريين؟ انت كمان بتتريق. ما تتريقش ليه؟ احنا حالتنا غيرها. تقطع الورقه، انت عارفه الورقه ده كلفني كام؟ هيكون اغلى عندك من زعل يا محمود. يا بنت وانت ايه اللي زعلك بس؟ هو ايه اللي يزعلني؟ بتقول لي هسافر وتمشي وتسيبني، اعيش انا من غيرك ازاي؟ وتعيشي معايا ازاي اصلا؟ شيرين انا عايز اسافر اي بلد يا بنتي، اجيب قرشين نتلم بيهم في اي خرابه زوجيه، ده زلقناها في الزمن الاخبر ده. يا حبيبي بكره تكسب القضيه ان شاء الله ويعينوك في الكليه ونعيش مع بعض من غير ما تتغرب. اهو لحد بقى مكسب القضيه ويعينوني في الكليه سيبيني واوعدك هجيب لك كل ورق السفارات نولع فيه في الشارع ونقعد نلف حواليه زي الهنود الحمر. برضه بتسكتني يا محمود. طب ايه رايك بقى يا ابن الناس؟ السفريه دي كوم وانا كوم تاني بقى. يعني ايه يا شيرين؟ يعني انت لو سافرت يا ابن الناس يبقى بتخسرني للابد. الله يخرب بيت الاغاني اللي بوظت مخك. يا بنت اخسرك ليه بس؟ وانا مسافر عشان مين؟ مش عشانك. طب وانا ايه اللي يضمن لي بقى ان انت اول ما تسافر هناك تلاقي بنت احلى مني تقوم لايف عليها وتتجوزها زي ما كل ما بيعمل؟ ده على اساس ان بنات بره مستنيني في المطار نايمين جنب السير مستنيين محمود عبد الناصر يوصل عشان يقع في غرامه. اتجننت يا بت؟ اه يا محمود انا اتجننت، وانا قلت لك الكلام اللي عندي، انت هتعيش هنا معايا وهناكلها بدقه. الله يخرب بيت الدقه اللي جننت بنات مصر، الا ما فيكوا واحده دقتها، انت عارفه الدقه دي لو كلتيها ثلاث ايام بس هتجيب لك تسمم، مش بعيد توقع لك شعرك، حابه تعيشي قرعه ده شيء يرجع لك. اه يا محمود حابة اعيش قرعة وانا قلت لك الكلام اللي عندي وخلاص. جرايه يا بت بتتكلمي عدل، انت بتهدديني ولا ايه؟ اه بهددك يا محمود، انا خلاص مات الكلام. مات الكلام؟ كم مره قلت لك ما تحفظيش الكلام اللي بيتكتب على ظهر التكاتك؟ ماشي يا شيرين